وعليكم السلام رفيق. رفيق طلعت انت عمي من السجن؟ في الحلقة القادمة من نزيف التراب. بوس جبرين ولك عيد، عيد انبساط فرح. اي خليها على الله يا خالتي، هو اللي زينا فيه العيد. اسمع لأقول لك، مقاومتك للاحتلال عيد. اللي صار الصبح أجر كوادين المستوطنين الخنازير، الله لا يبارك لهم، حاولوا يسكوا المزرعة بس احنا كنا صحيين لهم. شو اللي بيدور براسك؟ على ايش ماوي؟ انا ام لشهيد ومش قادر اتحمل بعده عني. نزيف التراب، الليلة 10 مساء بتوقيت القدس على العرب 2.